لا شيء يفسر حالات الموت المفاجئ في خيام النازحين ومراكز الإيواء لرجال لا يعانون طبياً من أي أمراض عضوية إلا ما حكاه لي أحد الأصدقاء اليوم عن خيول عربية سرقت من استبلاط نوادي الفروسية في شمال القطاع ووسطه، ووقعت بيد من لم ينزلها منزلها. شدوا عليها العربات واستخدموها في النقل والحمل، أهانوها بالضرب، أسكنوها مناطق قذرة لا تليق بمقامها فماتت، طجت وماتت. قال صديقي: يموت الناس فجأة مثل الخيول الأصيلة تماما، رجالا أعزاء قهرتهم هذه الحرب، فقدوا مصادر رزقهم ونمط حياتهم الكريم الهانئ فقتلهم الغم. شبابا برائحة الياسمين وأناقة نجوم السينما، يقضون اليوم نصف نهارهم في جمع الحطب وحمل الماء والبحث عن الرمق. يتفاوت البشر في قدرتهم على تحمل الأعباء، يتوارى البعض عن العيون ويبكي، ويعجز آخرون عن البكاء فيفقع ويموت. هكذا بمنتهى البساطة والتعقيد سيمضي هذا الوقت يا أهلي، يا أعز الناس وأكرمهم وأشرفهم. لسنا سوى غيم تعفر بالتراب.